ما تغيريش لبسك، ما اشوفش وشك هنا تاني. ليه بقى ان شاء الله؟ وانا كنت عملت ايه؟ ما بنشغلش عندنا بنات شمال، بتوع دعاره. حرام عليك، اتقي ربنا. شفت مني ايه وحش؟ اتفضلي يلا من هنا، بقولك امشي امشي بره يلا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك انت وكل ظالم. بره اتفضلي. من اجل الله يا اخي. عبد الله على سلامة فارس يا ابو فارس. الواد ده كانه محسود. اه والله. وبقى لابسه الخيار الداخلي بالمقلوب. صحيح ده كل شويه يحصل له حكايه. الحمد لله نصبنا. ونعمه بالله. طب ما تذبح له. بس المره الجايه لما تذبح ابقى مميز. ما قلت لك غلطان وبحقق لك عيسى، ما كانتش مطوه دي اتحطت على رقبتك. جرايه شيء، هو انا بعاتبك؟ صحيح. الضربة لما تجيلك من أقرب الناس ليك بتتوه يا صاحبي، بتبقى مغيب كده. استغفر الله العظيم. وتفقد القدرة على التمييز. كلامك عوج ليه على المسا؟ الله، أقوم سخنت من الكلام. أمال لما تعرف اللي ورا الكلام. بقول لك أهو، حتى أبوك عيسى تعالى لي دغري. أنا مش حامل الملفات بتاعتك دي. أجيلك دغري. لا مؤاخذة اللي حرق بيتك وكان هيحرق قلبك على ضنوك تمامه عندي. تمامه عندك؟ مين؟ ابدا. خد الشقيق. وانت بقى جاي على نفسك وعايزنا اشتري البيع التلفانه دي؟ مش تلفانه يا صاحبي. الكلام طازة وتاريخ الطباعة ما انتهاش. عايزنا اثبت لك اثبت لك ووقتي. الله. الو نصار معايا؟ ايوه ده نصار. مين؟ واحدة ما عندهاش مصلحة غير انك تعرف الحقيقة وتتأكد ان احنا مظلومة. ايوه مين يعني؟ تعال على اللوكيشن ده وانت تفهم. نصار نصار. مصيبة سودة لا يقع في بعض. أحلى شيشة للمعلمة. اتفضل يا معلمة. تشكر يا نخلة. شد عشان تسخن. ده هي كده سخنت على الآخر.